للمزيد من تسليط الضوء على الواقع الصحي والواقع الإنساني والميداني والسياسي، ينضم إلينا من استوديوهات القاهرة دكتور بشير عبد الفتاح، الكاتب والباحث السياسي بصحيفة الأهرام. أهلا بك معنا دكتور بشير، وصباح الخير. بداية، لو بدأنا بالملف المؤلم الذي يعيد للأذهان إلينا مأساة مجمع الشفاء الصحي الطبي وكمال عدوان والرنتيسي وغيرها من المجمعات التي تم تدميرها وكانت فضائح، الآن هنالك مستشفى هو شهداء الأقصى وينادي بأنه سيتوقف نهائيا عن العمل بسبب نقص الوقود وما إلى ذلك. هل سيحرك هذا النداء ضمير العالم بعدما شهد ما حدث في المجمعات الصحية السابقة وتداعيات ذلك على الواقع الإنساني داخل القطاع؟ تحية لك رعد ولكل مشاهدي القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر. من المفترض أنه حتى الأعمال العسكرية والمواجهات المسلحة ينظمها قانون دولي إنساني يعرف بقانون الحرب، لكن حينما تتعامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أنت خارج نطاق الشرعية الدولية، أنت أبعد ما تكون عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب. إسرائيل علاقتها الوحيدة بالنظام الدولي والشرعية الدولية كانت عام 1948 في مايو تحديدا، من أجل انتزاع الاعتراف الدولي بدولة الاحتلال التي أنشأها الغرب كأداة لخدمة الاستراتيجية الغربية في المنطقة. ما إن حصلت إسرائيل على هذا الاعتراف حتى قطعت علاقتها بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية والقانون الدولي، وباتت تعيث في المنطقة فسادا من أجل إطلاق مشروعها التوسعي الاستيطاني الإحلالي. وبناء عليه نجد أن جيش الاحتلال لا يراعي أي قوانين أو مبادئ قانونية أو سياسية أو إنسانية أو أخلاقية، ومن ثم استهدف الأعيان المدنية، المدارس، المستشفيات، النساء، الأطفال، الشيوخ. ولم يكن الهدف السياسي للحرب هو ما يحركه، لأن المفكر الاستراتيجي البروسي الأبرز عالميا كارل كلاوزفيتس يقول إن الانتصار في الحرب يتوقف على تحقيق الأهداف السياسية التي من أجلها أعلنت الحرب. حتى الآن نتنياهو لم يحقق أهدافه السياسية من الحرب، فإذا به يستعيد عن تحقيق الأهداف السياسية بالإمعان في إبادة الفلسطينيين وتسوية قطاع غزة بالكامل بالأرض وجعل الحياة مستحيلة في الأراضي الفلسطينية، بما يضطر الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية وترك أراضيهم وديارهم، لأنهم لن يجدوا أي سبيل للحياة، لن يجدوا بيوتهم أو ذويهم أو الغذاء أو الدواء أو الوقود. وهذا ما يسعى إليه جيش الاحتلال الآن، تحويل الحياة في قطاع غزة إلى ضرب من الخيال أو المستحيل. وجاء الرصيف العائم الذي أقامته الولايات المتحدة ليسهل عملية الهجرة إلى الخارج بعدما وقفت مصر والأردن بالمرصاد لهذا السيناريو التآمري الإسرائيلي الأمريكي. ومن ثم تتكرر المأساة مجددا، مستشفى الشفاء وغيرها من المستشفيات. الضمير العالمي يبدو أنه في إجازة مفتوحة، الغرب هو الذي أوجد إسرائيل، يعني كما نقول في المثل المصري الدارج، من أوجد الجني فعليه أن يصرفه. بالضبط. للأسف الشديد الغرب أوجد إسرائيل، يبدو أن الجني يعني شبع عن الطوق وخرج عن السياق وبات خارج القدرة على السيطرة والتحكم، بدليل أن نتنياهو يتحدى المجتمع الدولي، يتحدى محكمة العدل الدولية، يتحدى المحكمة الجنائية الدولية، حتى أنه أحيانا ما يتحدى الإدارة الأمريكية نفسها ويعطيها أوامر وتعليمات باستخدام حق الفيتو اليوم الجمعة ضد أي قرار لإدانة إسرائيل أو إجبارها على وقف هذا العدوان على قطاع غزة أو على رفح. ما يعني أننا للأسف الشديد لا يجب أن نعول على المجتمع الدولي أو على الضمير العالمي للجم إسرائيل. إسرائيل يعني أصبحت دولة شاذة، دولة مارقة، ولا يمكن أن توقف إلا بالقوة وبالردع وبالحزم،
وحتى اللحظة الحالية لا نجد تحركا حازما من المجتمع الدولي. صحيح أن هنا وهناك تحركات دولية تبشر بعض الشيء كالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كدعوة المجتمع الدولي إلى حل الدولتين، بعض الدول تحاول وقف أو تقييد حظر تصدير السلاح لإسرائيل، لكن في نهاية المطاف التحرك العالمي ليس جماعيا وليس ممنهجا وليس تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. لذلك يعني كنت تتحدث الآن أن هنالك جلسة ربما اليوم للحديث عن أو حول القضية الفلسطينية وما يجري في قطاع غزة، جلسة أممية، كيف تقرأ هذه الجلسة وماذا يمكن أن تضيف على المستوى الإنساني؟ الآن هناك يعني جهتان إسرائيل تقاضى أمامهما، الأولى محكمة العدل الدولية والثانية المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية بصدد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه جالنت بتهمة التورط في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء هذا العدوان الخامس على قطاع غزة، ولم تسلم المحكمة الجنائية الدولية من مطاردة وملاحقة وتهديدات الإدارة الأمريكية الحالية حتى تجبرها على التراجع عن هذه الخطوة. المحكمة العدل الدولية من المفترض الآن أنها اليوم قد تصدر حكمها أو قرارها الذي يجبر إسرائيل على وقف العدوان إما على قطاع غزة قاطبة وإما في رفح تحديدا. ننتظر قرار في هذا الشأن أو ذاك. الأمر في نهاية المطاف سيحال إلى مجلس الأمن الدولي، لأن محكمة العدل الدولية هي أحد أجهزة الأمم المتحدة أو الجهاز القضائي، ثم مجلس الأمن هو الأداة التنفيذية. ولذلك إسرائيل الآن تطلب من الولايات المتحدة التحضر لاستخدام حق الفيتو للمرة الرابعة، وهذا ربما ما عكسه الموقف الأمريكي الداخلي بمحاولة إجراء تشريع للضغط على المحكمة، محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية وما إلى ذلك، لمنع إصدار أو استصدار يعني أوامر القبض وما إلى ذلك. طيب دكتور بشير، يعني في هذا السياق وفي الحديث عن الضغوطات السياسية أو الضغوطات القانونية التي تشهدها أو ستشهدها الساحة الدولية اليوم، وهنا نتحدث عن الواقع الإنساني، هل برأيك سيتأثر شيء إنسانيا؟ ما زالت المعابر مغلقة، ما زال الرصيف فقط البحري الذي لا يمد القطاع سوى بعشرين شاحنة أو أقل من ذلك، فما تأثير ذلك؟ وهذا هو سؤالي أو لب سؤالي، تأثير الضغط القانوني على الحالة الإنسانية. حينما تتحدث عن الوضع الإنساني رعد، أنت توسع دائرة التعاطي مع المأساة الفلسطينية، لأن الضمير العالمي لا يتحرك إلا لأسباب إنسانية. معروف أن الاهتمام بالقضايا الاستراتيجية والقانونية والسياسية يكون على مستوى النخب والمثقفين والذين يتابعون الشأن السياسي الدولي، لكن شعوب العالم تتأثر بالمسائل الإنسانية، مسألة الجوع والمجاعات في قطاع غزة، تشريد الأطفال والنساء وعدد الضحايا المدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس، كل هذه الأمور هي التي تستلفت انتباه المجتمع الدولي. صحيح أننا نرفض اختزال المسألة الفلسطينية في البعد الإنساني فقط بأنها قضية إنسانية، هي قضية سياسية، قضية قانونية، قضية استراتيجية. بالأساس شعب يبحث عن حريته وحق تقرير مصيره وحقه في إقامة دولته بموجب الشرعية الدولية والقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، لكن يروق للبعض التركيز على البعد الإنساني باعتباره يوسع دائرة الاهتمام الدولي. شعوب العالم تحركت، رأينا التظاهرات والاحتجاجات في عواصم غربية داعمة أصلا لإسرائيل ومعروفة بانحيازها لدولة الاحتلال. أيضا وجدنا الحراك الطلابي المبهر الذي اجتاح الجامعات الأمريكية ثم انتقل كالنار في الهشيم من غرب الأطلسي إلى شرق الأطلسي حيث القارة العجوز. رأينا هذه التحركات
والتي شكلت ضغطا على حكومات غربية، مما دفع حكومات غربية عديدة للدعوة إلى حل الدولتين باعتباره المسار الذي يجب أن يمضي فيه الجميع لوضع نهاية لهذه المأساة ولتحقيق حلم الدولة الفلسطينية وضمان أمن إسرائيل في ذات الوقت. أيضا نجد أن دول اعترفت بإسرائيل بفلسطين بالدولة الفلسطينية، ودول أخرى بسبيلها إلى الانضمام كالدنمارك وسلوفينيا وغيرها للاعتراف بالدولة الفلسطينية. لكن في نهاية المطاف الاعتراف بحد ذاته خطوة إيجابية تحول فلسطين من أراضي محتلة وشعب يباد إلى دولة مستقلة، إلى دولة محتلة يمكن أن تتفاوض من أجل استقلالها وتستطيع أن تطرح قضيتها أمام المحافل الدولية من أجل الحصول على ذلك الاستقلال، بل ومقاضاة إسرائيل أمام الجهات الدولية. ربما تأكدنا على كلامك دكتور والحديث عن الواقع الإنساني وأن ضمير العالمي في أجازة كما قلت في معرض حديثك. الآن البنك الدولي يقول أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية تدهور بقدر كبير في الأشهر الثلاثة الماضية، ما يزيد من خطر الانهيار المالي. يعني يتزامن هذا التصريح مع إعلانات دول لاعترافها بفلسطين كدولة عربية. بالفعل هذه يعني إحدى النتائج للإجراءات العقابية التي اتخذتها سلطات الاحتلال. أولا سلطات الاحتلال لم تتحرك على الصعيد العسكري منذ 7 أكتوبر فقط، وإنما تحركت أيضا على الصعيد الإنساني والمالي، جمدت كل المستحقات الفلسطينية. وكما نعلم للأسف الشديد الاقتصاد الفلسطيني تابع للاقتصاد الإسرائيلي، تم تجميد كل المستحقات والأموال الفلسطينية لدى البنوك الإسرائيلية، وشرعت إسرائيل في اتخاذ إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين بسبب تحركاتهم السياسية والدبلوماسية والقانونية في المحافل الدولية للحصول على الاعتراف الدولي وتحريك قضيتهم. وهددت دوائر إسرائيلية عديدة أولا بوقف التعامل مع السلطة الفلسطينية، تشديد الحصار عليها، حرمانها من مستحقاتها المالية، بل والأدهى من ذلك فك الارتباط والتحرر من اتفاق أوسلو وغيره من التفاهمات ما بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، بل والتهديد بضم المستوطنات والتوسع في النشاط الاستيطاني وإجراءات التهويد الممنهج للقدس والأماكن المقدسة والحيلولة بكل السبل دون إقامة الدولة الفلسطينية التي اعتبروا أنها لا بد وأن تأتي من خلال المفاوضات. وحينما نقول المفاوضات، وهذه وجهة نظر أمريكية إسرائيلية مغرضة للغاية، مفاوضات، هذه المفاوضات تعكس حقيقة توازن القوى بين الطرفين. الطرف الأقوى الإسرائيلي المدعوم أمريكيا ودوليا سيفرض إرادته على الطرف الضعيف وهو الفلسطيني. ثانيا إسرائيل تريد مفاوضات من أول السطر، بمعنى أن نتناسى كل جولات التفاوض السابقة ونتناسى مدريد ونتناسى الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وفي القلب منها القرار 181 لسنة 47 الخاص بإقامة دولتين على أراضي فلسطين التاريخية. تريد إسرائيل أن تبدأ من المربع صفر مفاوضات طويلة المدى ليس لها جدول زمني، وتستطيع أن تملي إرادتها على الجانب الفلسطيني الضعيف، ما يعني أن الدولة الفلسطينية ستصبح ضربا من الوهم. لذلك لابد للفلسطينيين أن يتمسكوا بمسار الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة ويعولوا على الاعتراف الدولي، وألا يتم يعني خداعهم بفكرة المفاوضات الثنائية، لأن هذه المفاوضات هي المصيدة التي تقوم إسرائيل بإعدادها لطمس القضية الفلسطينية وتصفيتها، بدليل أن ما يجري الآن من عقوبات مالية وحصار مالي للسلطة الوطنية الفلسطينية الهدف منه جعل الحياة بالنسبة للفلسطينيين على هذه الأرض مستحيلة بما يضطرهم إن كان في القطاع وفي الضفة. وهذا ما تطالب به السلطة الفلسطينية بموضوع المقاصة على الأقل وعودة الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل. هذا الواقع، وهي دولة قائمة بالاحتلال، سلطة الاحتلال القائمة كما تسمى دوليا، وتقوم بهذه الخروقات. البنك الدولي يتحدث بهذه الطريقة حول واقع السلطة الفلسطينية وانهيارها المالي، وإسرائيل علانية كما تتفضل الآن تحاول قطع جميع شرايين هذه الدولة الوليدة التي يراد الاعتراف بها.
ألا يؤثر ذلك على صورة إسرائيل عالميا، وبالتالي ربما هناك خطوات أخرى يقوم بها المناهضون لهذا الكيان المحتل لتلجيم هذا الكيان؟ في العلاقات الدولية رعد، هناك ما يعرف بالقوة الناعمة التي نظر لها جوزيف ناي في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وهناك أيضا ما يعرف بريبيوتيشن انترست، أن الدولة تكون حريصة على سمعتها الدولية، على مكانتها وسط دول العالم وعلى صورتها كما تفضلت في سؤالك. إسرائيل تجاوزت هذا الأمر في عهد نتنياهو، بمعنى أنها كانت فيما مضى تحاول أن تقدم صورة براقة للعالم من أجل الحصول على الدعم، على المساندة، على العلاقات الاقتصادية، الحصول على التكنولوجيا، وأن تغسل صورتها وتبيض وجهها أمام العالم باعتبارها دولة احتلال ترتكب المجازر وتحتل أراضي الغير. بمرور الوقت لم يعد نتنياهو يعبأ بهذا الأمر كثيرا، وكان لبن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل مقولة شهيرة: دع العالم يفعل ما يشاء، ودع الأمم المتحدة تفعل ما تريد، ونحن في إسرائيل سنفعل ما نريد. وهذا وضع أساس لفكرة عدم الاكتراث بسمعة إسرائيل أمام العالم. نتنياهو يعلم أن وجه إسرائيل القبيح قد انكشف للقاصي والداني وعلى المستويين الرسمي والشعبي، ويعلم أن البشرية جمعاء اكتشفت أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأنها لا تريد السلام، وأنها لا تؤمن بحل الدولتين، وأنها لا تعير القوانين الدولية أو المبادئ الأخلاقية أدنى اهتمام. ومن ثم هو يقول: يعني أنا لا أكترث بهذا الأمر، أنا فقط أهتم بالمشروع الصهيوني الأكبر، وهو التوسع على حساب دول الجوار. ولذلك يتم الآن الإعداد لقوانين معاداة السامية والترويج لها بكل قوة، وربما هذا ما يستند إليه الاحتلال الإسرائيلي وهذا الكيان في ترويج فكرته والبقاء بوجوده دغلا في المنطقة. طيب دكتور، الآن أيضا هناك تجدد للقصف على دير البلح والمناطق الشرقية وسط قطاع غزة. هذا القصف الذي يستنشط كل فترة، وهنالك حديث عن تدمير أكثر من 85% من مخيم جباليا ومخيمات أخرى في القطاع. هذا الواقع السيء الذي تفضلت في معرض حديثك بأنه حتى تكون هناك رسالة للعالم أن لا حياة قابلة في هذا القطاع، السيناريوهات أو التداعيات التي يمكن أن تكون بعد ذلك، بعد هذا التدمير، كيف تقرأها الآن دكتور؟ الحقيقة إن نتنياهو يتبع سياسة فرض الأمر الواقع، وهو منهج إسرائيلي متعارف عليه منذ ما قبل إعلان دولة الاحتلال عام 1948، حينما جاءت العصابات الصهيونية والتجمعات الصهيونية إلى أرض فلسطين قبل 100 عام خلت أو يزيد، اكتشفوا أن هناك شعب وهناك أرض وهناك كيان له حضارة وثقافة ونمط حياة. إذا ما أعلنوا ذلك للعالم لم يكن المجتمع الدولي ليقف إلى جوارهم في إقامة مشروعهم الصهيوني، لذلك كانت هناك حاجة إلى يعني ترويج لسردية أو رواية كاذبة ومغلوطة، وهي أن هناك أرض بلا شعب يجب أن تمنح لشعب بلا أرض وهو الشعب اليهودي كما يقولون، وبالتالي قالوا إنها صحراء جرداء لا يسكن فيها سوى حفنة قليلة من البشر البدائيين، وبالتالي على اليهود أن يستوطنوا هذه الأرض من أجل يعني تعميرها وإقامة حضارة على غرار النموذج الأمريكي الذي جرى على حساب الهنود الحمر أو السكان الأصليين لأمريكا. نعم. ومن ثم هم يعني يباشرون سياسة فرض الأمر الواقع مع ترويج الأكاذيب على المجتمع الدولي. الآن نتنياهو يريد أن يسوي قطاع غزة بالأرض، يريد أن يجعل الحياة فيه مستحيلة، وهو بذلك يفرض واقع جديد يقوي ويعزز موقفه التفاوضي. غزة بذلك ستحتاج إلى ما لا يقل عن 5 سنوات من أجل إعادة الإعمار، وما يفوق 600 مليار دولار على الأقل. المجتمع الدولي سيكون منشغلا، ومن ورائه السلطة الفلسطينية والدول العربية سيكونون جميعا منشغلين بحشد وتوفير هذه الأموال، ثم الشروع في عملية إعادة الإعمار،
وهذا يرجئ الحديث عن الدولة الفلسطينية أو حل الدولتين. نتنياهو الآن يخلط الأوراق بحيث إذا ما طلب منهم منه الاعتراف بالدولة أو التفاوض من أجل دولة فلسطينية يقول دعونا أولا نعيد بناء هذه الأراضي ونبحث من يديرها ثم نتحدث بعد ذلك عن الدولة الفلسطينية. وهو أعلن غير مرة أنه عدو للدولة الفلسطينية ولن يسمح بإقامة دولة فلسطينية، ويتفنن على الأرض في التوسع الاستيطاني والتهويد ووضع كل ما من شأنه منع إقامة الدولة الفلسطينية على الأرض، استتباع الاقتصاد الفلسطيني، تمزيق الأراضي، عدم الاتصال الجغرافي، التوسع في الاستيطان، التهويد، كل هذه الأمور الهدف منها جعل فكرة الدولة الفلسطينية المتماسكة والمتصلة جغرافيا دولة ذات سيادة أمرا لا يمكن تطبيقه على الأرض. ومن ثم هو يفرض أمر واقع ويحاول أن يبعث برسالة إلى الفلسطينيين بأن هذه الأرض أو هذا البلد لم يعد يصلح لأن يكون وطنا، وعليكم أن تبحثوا عن وطن بديل أو عن ملاذ آمن خارج هذه الأرض. ورسالة إلى لبنان بأنه إذا ما أقدم حزب الله اللبناني على فتح جبهة ضد دولة الاحتلال فسيكون مصير لبنان مثل مصير. هل من تداعيات عفوا دولية دكتور على سياسة الأرض المحروقة التي نراها الآن، يعني تدمير 85% من مخيم جباليا ودير البلح ويعني مخيمات أخرى في شمال القطاع وشرقه؟ من الملفت رعد أن الصهيونية تعيد إنتاج النازية، بمعنى أن الصهاينة يدعون بأنهم يعني ذاقوا الأمرين على يد النازية، لكنهم استلهموا استراتيجيات عديدة للنازية. أولا الدعاية النازية التي كان يتولاها جوزيف جوبلز وزير الدعاية النازية لهتلر اعتمدت الدعاية الصهيونية، بث الأكاذيب والافتراءات حول العالم من خلال آلة دعائية جبارة منتشرة في كل مكان. أيضا مسألة التعاطي مع أصحاب الأرض، التنكيل، التعذيب، الإبادة، الأرض المحروقة، كل هذه استراتيجيات كان يتبعها النازي واستلهمها الصهاينة ويطبقونها في أرض فلسطين. حتى في أسلوب الحرب واستراتيجياتهم العسكرية أيضا استلهموها من النازية والفكر النازي. لذلك سياسة الأرض المحروقة الهدف منها رفع كلفة المقاومة الفلسطينية. هم يعلمون أن هناك حاضنة مجتمعية للمقاومة الفلسطينية، وهذه الحاضنة كانت تبتهج بكل ما تحققه المقاومة من إنجازات ميدانية، وكان آخرها عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. وكان دائما الإسرائيليون يقولون كنتم توزعون الحلوى يوم 7 أكتوبر ابتهاجا بما جرى، عليكم أن تدفعوا الثمن الآن. وهذا بالطبع يعني نهج واستراتيجية إسرائيلية متعارف عليها، وللأسف الشديد المجتمع الدولي يكتفي فقط بالإدادة. يعني الأقصد دكتور الآن النازية عوقبت، وشهدنا حتى الآن ألمانيا كأنها مع إسرائيل خصوصا تخشى من مسكة الحبل كما تقول الأغنية المعروفة، يعني خشية أن يكون أفعى. يعني حتى الساعة هنالك خشية من عقوبات جديدة ربما تفرض على ألمانيا بسبب النازية. هل سنشهد من تداعيات على ما تقوم به الآن من عملية سياسة الأرض المحروقة إسرائيل؟ للأسف الشديد نحن بصدد نظام دولي مختل، نظام دولي أحادي القطبية تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية وهي الراعي الرسمي لإسرائيل الآن. يعني كيف نعول على إمكانية معاقبة إسرائيل على الجرائم البشعة، الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بالمناسبة منذ 7 أكتوبر؟ طبعا على مدى تاريخ القضية الفلسطينية الجرائم الإسرائيلية مروعة لوحدها، هذه جرائم يعني من 7 أكتوبر لحد الآن يعني لوحدها كافية أن تدين، ولم ترتكب في التاريخ الإنساني بالمناسبة. ومع ذلك للأسف الشديد نجد يعني كيف نحلل السلوك السياسي الأمريكي حيال هذه الجرائم، استخدام حق الفيتو، تصدير السلاح، بل يخرج علينا المسؤولون الأمريكيون وعلى رأسهم الرئيس بايدن ويقول هناك يعني قتل يحدث في قطاع غزة لكنه لا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. 36,000 ضحية مدنية فلسطينية
إلى جانب من هم تحت الأنقاض ولم يتم الإعلان عن أعدادهم ثم تدمير القطاع تدمير شامل وتدمير الأعيان المدنية، والولايات المتحدة ترى أنها الأمر لم يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. فيعني أن لنا بعقاب لإسرائيل أو محاسبة في ظل هذه الأوضاع. ما جرى مع النازية فيما مضى كان في أثناء الحرب العالمية الثانية، قبل وضع أسس النظام العالمي الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية. وأيضا كانت الولايات المتحدة لها مصلحة في الإجهاز على النازية، لأن هتلر لو نجح في ابتلاع أوروبا كان سيتطلع إلى الولايات المتحدة ويعبر المحيط الأطلسي. لذلك الولايات المتحدة أرادت أن تحتوي هذا الخطر طالما أنه كان سيطالها يوما ما. حتى أن القنبلة النووية الأمريكية تم صنعها من أجل النازية، لكنها استخدمت ضد اليابان بعدما اكتشف الغرب أنه قد يستعين بالألمان وبالنازية في مواجهة الاتحاد السوفيتي القوة البازغة الذي ظهر في نهاية الحرب العالمية الثانية أنه قد يكون الخطر القادم بالنسبة للغرب. إذن هي تبدلات وحسابات مصلحية استراتيجية. لذلك إسرائيل هي ربيبة الغرب وهي أداة الغرب الاستراتيجية في مواجهة خصوم الغرب.